حكم الاستعانة بالكافر. إذا لم يكن من رأي هذه الاستعانة بالكافر ضرر جاز، والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعان برجل من بني عبد الديل هديا خفيتا في طريق الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. والنبي تصالح مع بني قريظة أو تحالف مع بني قريظة ضد المشركين يوم الأحزاب، وتحالف مع قبيلة خزاعة وهي قبيلة كافرة،